السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. فيديو جديد اليوم إن شاء الله. غنوجدو مجموعة من الوصفات اللي كنحتاجوها في الدار ودايما كنشريوها من على برا. اليوم غادي نوجدوها في الدار طريقة سهلة واقتصادية وبداكشي اللي موجود عندنا، يعني ممكن تستغناو على شحال من حاجة وتبدلوها. أول حاجة غادي نوجدها هي الكاشير أو لا شاركوتري ديال الدجاج اللي ولات دابا ترند في السوشيال ميديا. كلشي كيصاوب الكاشير في الدار، وفعلا جربته انا وكيجي بنين بزاف. الطريقه خديتها من واحد الصفحه في الانستغرام، وكاينين بزاف ديال الناس جربوا تقريبا نفس الوصفه. المهم انا غنعطيكم الوصفه اللي عملت وجا فعلا بنين بزاف. عندي 350 غرام ديال صدر ديال الدجاج اللي طبعا رقدته في الحامض والملح واحد المده، غسلته وخليته استقطر وطحنته بحال هاد الطريقه هذه. بالنسبه لي انا عندي طحانه صغيره فطحنت كلشي على جوج ديال المرات، الا عندكم كبيره طحنوا كلشي مره واحده باش دغيا تساليو. بالنسبه لباقي المقادير عندي هنايا 4 ديال المعالق ديال الفينو، 3 ديال الحبات ديال الجبن المثلث، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال السودانيه، معلقه ديال التحميره. التوابل كتبقى على حسب الرغبه والاختيار، يعني اللي كيعجبكم عملوه. شويه ديال الملح ماشي بزاف، 3 الحبات ديال البيض، وغادي نطحن كلشي مزيان مزيان. من بعد ما غنطحن هذا الشيء غادي نزيدو على الخليط ديال الدجاج اولا الكفته ديال الدجاج اللي صاوبت، ومن بعد غادي نعاود نطحن كلشي مع بعضياته باش نحصل على واحد القوام اللي كيكون رطب بزاف ومتجانس. في الحقيقه هو خصو يكون فحال الفروماج ديال الدهن، خصو يكون رطب بزاف باش ملي كيطيب كيجي الشكل ديالو يعني رطب وكيجي فحال اللي كنشريو تقريبا من برا. صافي غادي نخلط هنايا مزيان مزيان. كيف ما قلت لكم نعاود نطحنو واحد المره في الخلاط باش نحصل على واحد القوام يكون رطب بزاف. ممكن ايضا نطحنوه اكثر من هكذا. صافي انا غنكتفي بحال بهذا الخليط هذا. غناخد واحد البلاستيك غذائي، ممكن تضوبلوه يعني تعملوا جوج ديال القطع ديال البلاستيك الغذائي. كنظن كاينين قوالب كيتباعوا ديال هاد الكاشير هذا اللي بغى يصاوبو في الدار. المهم حنا غنستعملوا هاد الطريقه هذه اللي جاري بها العمل. بالنسبه للتغطيه ديال هاد اللحم هذا ممكن تخليوه بلا تغطيه، يعني ما تستعملوا حتى شي حاجه مباشره تعملوه في هاد البلاستيك. انا خديت شويه ديال السودانيه او الفلفل الحار، شويه ديال السيبولات، البصل الجاف والثوم الجاف، عملته هكذا من على برا. ومن بعد غادي نزيد هذاك الخليط ديال الدجاج اللي طحنت مع التوابل والبيض والفرماج الى اخره، وصافي غادي نقاد هذاك البودة ديال الكاشير. غادي نلويه مزيان في هذا البلاستيك هذا الغذائي بحيث ان الطبقه الخارجيه ديالو كلها تغطى بهذاك الخليط ديال التوابل باش يجي الشكل ديالو يعني مقاد كله على برا، وايضا في نفس الوقت ما يخرجوش يعني السوائل ولا ما يخرجش يتخسر الشكل ديال هذا البوده هذا. غناخد الومنيوم، بابي الومنيوم، وغادي نعاود نلوي فيه هذا الخليط هذا اولا هذا البوده. غنقادو فحال هكذا، نقادلو الشكل ديالو مزيان مزيان. ممكن نضيفو جوج طبقات ديال بابي الومنيوم الا بغيتو. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديالو غادي نطيبوه في البخار، يعني غادي نعملوه في البرمه والكسكاس بحال اللي كنطيبو الكسكسو. غنعمل الماء في البرمه، الكسكاس غنقاد فيه هذا البوده هذا ديال الكاشير. غناخد واحد العويد رقيق، انا خديت عود ديال الخزامه، وغادي نتقبي هذا البوده هذا تقيبات صغيورين باش ملي يكون كيطيب يدخل له البخار ويطيب كله من الداخل، يعني مره واحده باش ما ينشفش من برا ومن الداخل يبقى ناقص طياب. صافي غنعمل له بحال هكذا وغنغطيه ونردو يطيب. بالنسبه للوقت ديال الطياب غياخد تقريبا واحد 50 دقيقه، لان كيف ما كتشوفوا راه كبير تبارك الله،
وضروري ما نخليوه الوقت الكافي. في الوقت اللي كيطيب به هذا الكاش كيطيب فيه هذا الكاشير هذا، غنصاوبوا الجرانولا اللي هي سهله بزاف وكتعجب كلشي، كلشي كتعجبو هاد الجرانولا هادي. غنستعمل هنايا الاوت ميل او لا شوفان. كاين جوج الانواع ديال الشوفان، كاين هذاك اللي كبير او صغير، انا غنستعمل هذا حيت هو اللي عندي. غادي نحمرو في الفران. بالنسبه للفواكه الجافه او لا المكسرات، استعملوا اللي بغيتو اللي عندكم استعملوا. هنا غنضيف هنايا شويه ديال النخال، النخال الكبيره اللي كنكرص بها الخبز، كتضيف فائده غذائيه لهاد الجرانولا هادي. غناخد شويه ديال اللوز، انا عندي ايفيلي، غنهرسو هكذا بيدي وغادي نزيدو باش ما يبقاش باين بزاف، يجي فحال الحجم ديالو فحالو فحال هذاك الاوتميل اولا الخرطال. غادي نضيف ايضا شويه ديال الكركاع لانها عندي. اي حاجه عندكم متوفره زيدوها، او ممكن تخليو غير الخرطال، ماشي ضروري تضيفوا اشياء اخرى، او ممكن تضيفوا ايضا الكوكي اللي عندكم، جوز الهند حتى هو كيجي زوين. يعني اي حاجه عندكم زيدوها، ماشي ضروري تقيدوه بوصفه واحده. غادي نخلط مزيان مزيان وغادي ندخلو الفران يتحمر واحد شويه، مع انه ممكن فحال الا كان عندكم هاد المكسرات هادو محمرين، يعني ديجا محمرين عندكم، ماشي ضروري تقوموا بهاد الخطوه هاد، يعني ضيفوا كل شيء المقادير كلها وحمروهم مره واحده. بما اننا المكسرات اللي عندي يعني ما محمرينش، غنعملها غندخلهم هكذا يتحمروا واحد شويه مع هاد الخرطال هذا في الفران، تقريبا واحد 15 دقيقه حراره متوسطه 170، ومره مره نحرك بحال هكذا باش ما تحرقش الجهه ولا تحمر بزاف وجهه تبقى بيضه. صافي، طريقه سهله بزاف بزاف. بالنسبه للخطوه الثانيه، غادي نقبط هذاك الاوتميل اللي حمرته في الفران، غادي نزيد عليه 3 ديال المعالق ديال الزيت، 3 معالق صغيرين ديال الزيت، ممكن نضيفوا الزيت البلديه، الزيت الروميه اللي بغيتو. ومن بعد غادي نضيف 3 ديال المعالق ديال العسل. كاين اللي كاين واحد الوصفه كنزيدو فيها العسل والسكر، هذاك السكر البني هنا انا استغنيت عليه، عملت غير العسل لان ما بغيتوش يجيني حلو بزاف، يبقى هكذا خفيف وصحي. غنعمل 3 ديال المعالق ديال العسل، 3 ديال المعالق ديال الزيت، وغادي نخلط مزيان مزيان. هنا ضفت غير واحد شويه ديال الفاني للتنسيم، ما عنديش فاني سائل، عملت جوج تقريبا معلقه صغيره ديال السكر فاني، ممكن تضيفوا القرفه الا كتعجبكم. غنضيف شويه ديال الملح، ما عرفت واش زدتها ولا باقي، وغنخلط مزيان مزيان، خصوصا هذاك العسل خصو يتفرق على الجرانولا كامله. كيف ما قلت لكم، الى عندكم المكسرات ديالكم محمرين، ما تحمروش هادشي من قبل، يعني ضيفوا الخرطال، المكسرات، العسل، الزيت، الملحه، الفاني، وخلطوا كلشي، دخلوه مره واحده للفران. هنايا انا غندخل واحد شويه غير باش هذاك العسل يزيد يكرم وينشف الزيت ويزيد يتحمر هادشي، وصافي كتكون عندنا الجرانولا ديالنا واجده. ندخلو الفران تقريبا واحد 10 ديال الدقائق ما كاملاش، غير يبان لي يعني تحمر مزيان وتكرمل ونشف، صافي نخرجو. هنايا قلبت هذاك البودان ديال الكاشير باش يطيب يعني من الجهه الاخرى، وغنكملو الطياب ديالو. بالنسبه للوصفه الثالثه اللي غنحضروا مع بعضياتنا، حتى هي يعني منتشره بزاف في السوشيال ميديا هاد الايامات، هي اما البراوني ديال التمر يعني بلا طياب، او لا الكرات ديال الانرجي، كل واحد شنو كيسميهم. المكون الاساسي في هاد الوصفه هو التمر. انا غناخد شويه ديال التمر ديال المجهول اللي انا عندي، وشويه ديال اغلبيه ديال هذاك التمر كنت خديته من ليدل، كيكون شويه ناشف. المهم من الاحسن تستعملوا تمر يكون رطب. بالنسبه لباقي المكونات، غادي نعمل شويه ديال تقريبا واحد جوج معالق صغار ديال البودره ديال الكاكاو المر، شويه ديال القرفه. في الحقيقه ما عجبتنيش انا القرفه بزاف مع التمر،
من الأحسن تستغنوا عليها. إلا كتعجبكم القرفة بزاف عملوها، شوية ديال الماء سخون وغنطحن كل شيء مع بعضياته. هاد الوصفة عادي جات زوينة، ولكن المرة الجاية إن شاء الله فعود ما غادي نضيف القرفة، نضيف شوية ديال القهوة سريعة الذوبان ولا إنستنت كافي، كتعطي واحد المرورة زوينة، خصوصا أنا التمر هذا حلو بزاف، ما نضيفو له حتى شي حاجة حلوة فحال دابا العقدة ديال اللوز ولا كيزيد كيولي حلو أكثر من القياس. هنايا غادي نكمل التخليط بيدي، كيف ما قلت لكم التمر ضيفو هنايا نقولو تقريبا عندي واحد 400 غرام ديال التمر ولا 350 غرام، المهم كيبقى داكشي تقديري. 350 غرام ديال التمر، جوج معالق كبار ديال البودرة ديال الكاكاو المر، غنضيف شوية ديال الملحة غير باش يتهرس هذيك الحلاوة، ضيفت شوية ديال القرفة تقريبا واحد نص معلقة صغيرة ديال القرفة، وغنخلط مزيان مزيان. هنايا كنضيف غير الملحة اللي قلت لكم عليها وصافي، كيولي الخليط واجد. هنايا ممكن تستعملوا هاد الخليط هذا، تعملوه في هذوك القوالب ديال السيليكون تغطسوه في الشوكولات، من الاحسن تستعملوا الشوكولات المر، لانك مره اخرى هاد التمر هذا راه حلو كيولي، الا استعملتوا شوكولات حلو غادي يجيكم الخليط حلو بزاف. هنا مشيت غير حيت هذاك البودة ديال الدجاج من الكسكاس، صافي غنحيد له هذا البابي الومنيوم والبلاستيك وغندخلو للثلاجه حتى يبرد، حتى يبرد مزيان مزيان عاد غادي نقطعو. هنا غادي نلويه غير في هذا، ممكن تحطوه غير في الطبسيل وتحطوه في الثلاجه ماشي مشكل، لكن ضروري ما نخليوه يبرد باش كيقبط راسو حتى الطعم ديالو كيبرد وكيولي احسن. هنا الجرانولا ديالي راها وجدات، غنحطها لهم شويه في الفطور. واخا هاد الكميه اللي صوبت انا راه غير قليله لان الفرن عندي غير صغير، تقريبا كملت كامله في نهارها. غنعمل لهم شويه في هاد الطبيسيل هذا. بالنسبه لطريقه الاكل ديالها، ممكن تاكلوها غير بوحدها في حال هكا، لان ما عملناش فيها السكر بزاف ولا العسل. الا عملتو فيها السكر بزاف، يعني كاين بزاف ديال الطرق ديال تحضير هاد الكرانولا، الا كان فيها كميه السكر كثيره اولا العسل، من الاحسن غير زوقوا بها، يعني ضيفوا غير معلقه ولا جوج من الفوق السيريال ديالكم ديال الصباح. هذه فيها الكميه كامله، فيها 3 المعالق ديال العسل ماشي مشكل. غنصوبها لهم مع الحليب، وعندي شويه ديال الميختي في الثلاجه غنزيدو من الفوق، وصبت لهم شويه ديال البيض وداكشي اللي بقى عندي في الثلاجه، واحد الحبيبات ديال الزيتون كنت غنصاوبهم في الكاشير في الحقيقه ونسيت، المهم حطيتهم لهم هنا مع واحد نص مطيشه كانت باقا، شويه الفرماج والخبز ديال الشيار حتى هو كان باقي عندي. صافي غنعطيهم هذا هو الفطور ديالهم ونكملوا الطبخ ديالنا. بالنسبه لهذوك الكرات ديال التمر، استعملوا اي نوع من المكسرات عندكم، او ممكن تستعملوا الزنجلان، ممكن تستعملوا اللوز، الكركاع، الكاوكاو. انا الكاوكاو عندي هو احب مكسرات، كيعجبني اكثر من اللوز وكيعجبني اكثر من اي حاجه اخرى. فانا خديت هنا واحد الكميه هرستها غير ب المدلك. هنايا عندي شويه ديال هذوك اللي كنصبوا بهم النوتيلا، نسيت شنو سميتهم. مهم اي نوع من المكسرات. هنا خديت شويه ديال الجرانولا اللي وجدت حتى هي غنعملها. غناخذ هاد التمر اللي قديناه غنكورو كويرات هكذا متوسطين، ما يكونوش يعني كبار وما يكونوش صغار. غنكمل الكميه كامله وغادي ندوزهم في هذاك المكسرات اللي وجدت. كيف ما قلت لكم ممكن تحمروا شويه ديال الزنجلان وتستعملوه. شنو اخر ممكن تستعملوا؟ ممكن تستعملوا الزريعه، الزريعه اللي كنشريو من الزنقه. ممكن تستعملوا اي نوع من شنو سميتهم هذوك اللي كنعملوهم في الخبز. ممكن تستعملوا المكسرات، ممكن تستعملوا فحال انا الجرانولا، يعني اي حاجه عندكم في الدار حمروها من الاحسن واستعملوها.
صافي غنكمل نفس الكمية فحال هكذا، غنخليهم يرتاحوا واحد تمشي يرتاحوا غير باش يلصق فيهم هذاك المكسرات مزيان مزيان. غنخليهم فوق الطابلة واحد نص ساعة على ما ساليت الشغل الاخر، وغادي نجمعهم في واحد البواطة ونعملهم في الثلاجة. من الاحسن نعملهم في الثلاجة باش ما يوقع لهم حتى شي حاجة، وهادو كيتكالوا اما مع كويس ديال القهوة فحال البول ديال الانرجي، يعني فيه تبارك الله التمر، فيه الشوكولات، فيه المكسرات، راه مليء يعني بالفائدة الغذائية. صافي غندوزو باش نكملو باقي الوصفات ديالنا. هنا غير هذيك الجرانولا غنجمعها في واحد القريعة ديال الزاج، حطوها يعني غير في الكوزينة، ما تحتاج انكم تعملوها في الثلاجة، كتبقى مقرملة وكتجي بنينة في الحقيقة، كتجي زوينة بزاف. غير جربوها، صحية وزوينة بزاف. بالنسبة لآخر وصفة ولا من الوصفات الأخرى اللي غادي نوجدو، غادي نعملو تشيبس ديال الخبز ديال البيتا اللي هو كيجي زوين بزاف وكيتباع. كاين كيتباع، ما عرفش واش كيتباع في المغرب ولا لا، المهم كاين كيتباع والثمن ديالو غالي بزاف. انا غنستعمل هذا الخبز، هذا كان تقريبا صوبته هذه واحد اليومين ولا، المهم بقيت عاقله بايت فوت ما يبقى نسخنه وما كيجيش زوين بزاف. غادي نعمل به هذا الخبز هذا او هذا الشيبس ديال بيتا، كيجي زوين بزاف. هناخد الخبز ديال البطبوط، خبز المقله، غنقطعوه هكذا مربعات يكونوا كبار، ممكن تقطعوه مصغر من هكذا الا بغيتو. بالنسبه للتتبيله غنضيف الملحه، من الاحسن نستعملوا ملحه هكذا تكون يعني كورس، يعني الحبيبات ديالها شويه غلاض. غنعمل شويه ديال الثومه بودره، البصله بودره، شويه ديال السودانيه، ممكن تستعملوا هذاك الفلفله الحمراء اللي كتكون يعني مقطعه طريفات كبار شويه، هذيك كتجي زوينه احسن من السودانيه، انا هي اللي عندي فاستعملتها. غنعمل واحد الكميه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد جوج معالق كبار الكميه اللي تغطي هذا الخبز هذا كله. غنخلط مزيان مزيان حتى نحس بان الخبيزات كاملين يعني يدهنوا بهذاك الخليط بهذاك الزيت. واخر حاجه غنزيدها هي الزعتر او لا زعتر، ما عرفتش هذا شنو سميتو، المهم هذاك اللي كيكون في العواد وكيكون شويه حرش. غنحيدو من العود وغنهكذا بيدي نفرشتو، كيجي زوين في هذا الخبز هذا. غنزيد نخلط واحد التخليطه خفيفه، غنستف هذا الخبز هذا في الصينيه اللي غتدخل الفران. حاولوا تستفوه ما يكونش شي فوق شي، يعني يكون طبقه واحده باش كل شيء يتحمر وكل شيء يجي مقرمل، ماشي شيء يجي مقرمل وشي يبقى رطب. هذاك طبعا هذوك التوابل اللي بقى والزيت اللي بقى لي في الطاسه غنزيد نخويه من الفوق. زيد واحد شويه ديال الملحه من الفوق قبل ما تدخلوه الفران. غندخل الفران على درجه حراره 180-170، غنخليه يتقرمل على خاطرو حتى يتحمر مزيان ويتقرمل. هنا زدت غير شويه ديال الزيت من الفوق، كيبقى اختياري، كثروا الزيت قللوا على حسب الرغبه ديالكم. وغنخليه يطيب على خاطرو حتى ينشف ويتقرمل مزيان. في النص ديال الوقت غادي نقلبوا للجهه الاخرى باش يتحمر كله. الا حمرناه مزيان ملي عطيناه الوقت في التحمر كيبقى مده طويله، ما كيوليش رطب، كيبقى زوين. كيف ما كتشوفوا هنا راه شعلت الضوء ديال الكوزينه، للاسف يعني دغيا كيطيح الظلام، ما بقاتش الكاليتي ديال الصور زوينه، ولكن ماشي مشكل، نكمل معكم الفيديو. من بين الاشياء اللي دائما كنوجدها البانكيكس، شاركته معكم شحال من مره، كان دغيا كيوجد كنخليه في الثلاجه كيبقى اطول من الكريب، ما كيوقع له حتى شي حاجه، اما في المجمد اولا في الثلاجه كيبقى مده طويله. دغيا كيوجد يعني ما كنعكسش عليه، كنصاوب كميه كثيره كنخليها في الثلاجه، وكميه كنخليها في المجمد اللي جاه الجوع في الليل ولا في الصباح، يعني ما نضش نوجد الفطور كيلقاو باش يديباني، يعني حاجه سهله دغيا كتوجد. صافي تقريبا هنا وجدت كل شيء،
كنكمل غير البانكيك ديالي. هذاك الكاشير راه جبتو باش نقطعو، واخا هو من الاحسن تخليوه ليله كامله عاد تقطعوه، انا غنجبتو باش نقطعو معاكم لان ضروري ما نكمل الفيديو. وغادي غنقطعوه غنردو للثلاجه، يعني ما غاديش نستعملوه في نفس النهار، غير غندوق منه واحد شويه. هنا غنوريكم هذاك تشيبس ديال البيتا، كيجي رائع، احسن من ديال البطاطا ب 100 مره. كلوه يا اما مع الصلصه يا اما غير بوحديتو، هكذا كيجي بنين بزاف. هنايا غادي نقطع معكم الكاشر ديال الدجاج من بعد ما برد، راه تقريبا بقى في الثلاجه واحد الساعه ونص دابا، غنقسمو على جوج. ومن بعد غنقطعو شرائح، حاولوا ترققوا ما امكن، المهم انا غنعمل اللي قدرت عليه. صافي، بهذا الكاشر هذا غيكون الوصفات ديالنا ديال اليوم. صافي راهم سالاو، وجدنا شحال من حاجه، اشياء موجوده في الدار وموجوده في الثلاجه، نطولوا الامد ديالها ونستعملوها بطرق اخرى. عملنا الكاشير ديال الدار، البيتا ديال الشيبس، عملنا كرات ديال التمر بالمكسرات، الجرانولا، و بانكيكس تاهما زدتهم في اخر لحظه. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.